اليوم كانت احلى سفرة ويا الدليل السياحي ابو ماسيس. الكثير من شواحنا اللي زاروا بحيرة شيبان على الطريق يشاهدون عصير برتقالي، والكل بدون استثناء، لما اقول الكل الكل بدون استثناء يسألوني ابو ماسيس شنو هذا العصير، حلو لو حامض؟ اقول لهم هذا العصير حامض ويستخدم كعلاج للاشخاص اللي عندهم ضغط، عندهم سكر، عندهم مدري، الله يبعد عنكم الامراض، بعض انواع من الامراض. اذا يقولوا لي من اي فاكهه هذا العصير؟ اليوم توقفت يم الاشجار التي تحمل هذه الفاكهه، وهي متواجده على الطريق المؤدي الى بحيره شيبان. هسه اذا ندير الكاميرا هذه الفاكهه. الفاكهة هذه راح اقطعها، فاكهة حمراء، اوكي، تسمى ابليبيخة. فهذه هي الفاكهة اللي عصروها ويعبوها في هذه القناني الموجودة على طول الطريق المؤدي الى بحيرة شيبان، اوكي. راح اكل بدالكم هذه الابليبيخة، وإذا تريدون تجربوها تواصلوا معنا على الرقم المعروض أسفل الشاشة حتى نجيبكم وتتذوقوها. وخلي أستغل هذه الفيديو القصير أقول لكم إحنا اليوم 2 أكتوبر، يوم 13 ولغاية 16 أو 17 بالشهر موجود مهرجان المنطاد الدولي. اسم المهرجان شاهد أرمينيا من السماء، مهرجان رائع جدا ستشترك فيه أكثر من 20 دولة، يعني ما يقارب 20 أو أكثر من 20 منطاد ملون ستزين سماء أرمينيا. استغلوا الوقت، اليوم 2 بالشهر، تقدرون تتواصلون معنا لكي تكونوا أحد الحاضرين والمستمتعين بهذا المهرجان. صديقكم مايك دانيال، قرارات للسياحة في جمهورية أرمينيا. هذه أشجار الفاكهة اللي مثل ما قلنا لكم تنمو على ضفاف بحيرة شيبان، وهذه بحيرة شيبان أمامنا، وهذه الأشجار اللي مثل ما قلنا يسموها أبليبيخة، فاكهة ذات طعم حامضي. الفاكهة اللي شفناها على الشجرة اسمها بالأرمني تشيشخان. الفاكهة اللي شفناها فوق الشجرة قبل شوية اسمها تشيشخان بالأرمني، بالروس يسموه أبلي بيخا. هسه راح نشوفكم اياها بالسطل. هذه هي الفاكهة، هذه هي الفاكهة، وهنا العصائر مالتها، العصير بهذا الشكل طعمه حامضي. وهنا عندنا هذا اللي نشوفه القناني، هذا زيت بذور التشيشخان، زيت صحي، ما اقدر اقول لكم ايش قد صحي، لكن صحي جدا. انا هذا الشيء سامعها من اطباء قدموا الى ارمينيا من دول مختلفة. هنا شوفوا اكو انواع، هذا مثلا مخلوط مع العسل، هذا النوع الاخر بالسكر، وهذا الاخر في حين هذوك الباقيات هناك طبيعي فقط عصير الفاكهة، يعني